أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يوم يدد صديقك أبويا يا رب يا رب يا رب إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.